على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. بنرحب بكم، تشرف بوجودكم معانا النهاردة في المحاضرة التعريفية لشركة دوبلي العالمية. في عندنا أعضاء مشرفينا، أعضاء في شركة دوبلي، وفي عندنا ضيوف أعزاء عليهم جايين يسمعوا عن ايه هي شركة دوبلي، واصحابكم يكلموكم، خشوا احضروا الويبينار، شوفوا ايه اللي بيحصل. تمام، ده في فرصة شغل حلوة، فرصة شغل جميلة. جميل، كل الحاجات دي حلوة، كل الحاجات دي جميلة، والناس كتيرة جاية عشان تسمع عن حاجة هي محتاجاها. محدش فينا مش محتاج فرصة حقيقية في الزمن ده. كل الناس عارفة إن سنة 2017 سنة اقتصادية صعبة جدا 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 في جميع أنحاء العالم، وأكيد أنتوا شايفين الغلاء في جميع البلاد، وكل الأسعار زادت، وكل الدنيا اتغيرت، وكل حاجة أسعارها وتكلفتها عليت إلا حاجة واحدة، اللي هي المرتبات بتاعتنا أو معاشاتنا اللي إحنا بنقبضها إذا كنا بنشتغل. أنا شغال مهندس في مصنع هنا ابو ظبي، يعني انا عادي، موظف عادي جدا. تمام، واللي خلاني اخش او اتكلم او اشوف شركة دوبلي الكلام اللي انا بقوله لكم ده، لان كل الناس بتقول 2017. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا اختي شهرزاد. كل الناس بتقول ان في 2017 لا هتكون في زيادات مرتبات، ولا هتكون في بونص، ولا حوافز، ولا مكافآت، ولا حاجة. ده بالعكس، الشركات كلها بتقلل التكلفة بتاعتها، فبتمشي موظفين أو بتقلل رواتبهم. فمعظم الناس عملوا إيه؟ معظم الناس بقوا بيدوروا على حاجتين: إزاي نوفر فلوس؟ ما إحنا المبلغ اللي إحنا بناخده، أنا باخد مثلا 5000 درهم، المبلغ ده ما بقاش 5000، ده بقى 3000، لأن كل حاجة زادت فقيمة الفلوس قلت. فإزاي أقدر أوفر المبلغ ده؟ والنقطة التانية، إزاي آجي يكون عندي مصدر دخل إضافي، فلوس إضافية تساعدني على استمرارية الحياة الصعبة دي؟ كل واحد فينا يا جماعة لازم يحط في دماغه إن لازم يبقى عنده خطة احتياطية، باك أب بلان، بلان بي زي ما بنقول بالانجليزي. اللي هيعتمد على مرتبه بس في الزمن ده مش هيعيش كويس. اللي هيعتمد على مرتبه بس في الزمن ده، انا بتكلم عامة في اي حتة في الدنيا، مش هتعرف تعمل حاجة، الا اذا انك واحد بقى بتاخد لك 200 الف درهم، ولا 200 الف دولار، ولا بيزنس مان. بيزنس مان ده ما بنتكلمش على المرتبات، لكن اللي بياخد المرتبات الخرافية دي ساعتها ده مش عنده مشكلة، لكن احنا بنتكلم علينا احنا اللي مرتباتنا مش مقضية مصاريفنا. احنا دايما بنقول اللي جاي على قد اللي رايح، لا، ده اللي جاي اقل من اللي رايح. بقت الناس كلها بتستلف، بيقضي بقية الشهر على الكريدت كارد، بيستلف من هنا، بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة عشان يقدر يكفي مصاريف الحياة. فاحنا النهاردة بنتكلم على شركة دوبلي وفرت لنا الحاجتين اللي احنا بنتكلم عليهم دول: ازاي نوفر فلوس، وازاي نعمل فلوس. احنا النهاردة بإذن الله هنساعد بعض ان احنا نبني البيزنس بتاعنا، نوفر من مشترياتنا ونبني البيزنس بتاعنا في جميع انحاء العالم، كل واحد في مكانه يقدر يبني البيزنس بتاعه، يقدر يبني الشغل اللي كل واحد بيتمنى ان يبقى عنده شغل ليه هو، ما يبقاش حد متحكم فيك. يبقى انت على الاقل عندك حلم معين، عندك هدف معين عايز تحققه. طيب ازاي بنحقق الكلام ده؟ الكلام ده لما دوبلي وفرت لنا فرصتين، ازاي نوفر فلوس وازاي نعمل فلوس، عن طريق ايه؟ دوبلي الاول اعتمدت على حقائق في الحياة ثابتة ما بتتغيرش. اول حاجة ان الناس كلها مش هتوقف عن الشراء والتسوق، صح؟ صح. هل في حد فيكو
ما بيشتريش حاجات يوميا. مش معنى التسوق ان انا رايح اشتري فيلا ولا سيارة ولا رايح اشتري ذهب ولا المظاظ. التسوق معناه اي حاجة بشتريها لاحتياجاتي انا او اسرتي او شغلي. في حد فينا ما بيشتريش حاجات يوميا؟ ما بيحطش بترول في سيارته؟ ما بيشتريش خبز ولا حليب لابنه ولا لبنته؟ ما بيشتريش ازازة مية؟ ما بيشتريش ازازة كوكاكولا؟ علبة سبرايت؟ اي حاجة؟ ما فيش. كل ده تسوق. يبقى الاتفاق ان العالم كله مش هيتوقف عن الشراء والتسوق. النقطة الثانية، المستقبل للتسوق الالكتروني او التسوق عبر النت هو في الحقيقة مش المستقبل، هو الوضع الحاصل حاليا، ان كل الناس بتشتري من على النت. ليه؟ عشان ارخص، عشان المحلات اللي على النت ما عندهاش التكلفة في المحلات اللي في المولات، ما عندهاش ايجار محل، ما عندهاش فيز للموظفين، ما عندهاش مية، كهرباء، غاز، إقامات، مرتبات، تجديد رخص، كل الحاجات دي كلها مش موجودة على المحلات اللي على النت. فبالتالي أي عملية شراء من محلين، واحد على النت وواحد بره النت، هتلاقي على الأقل 300 400 درهم فرق في عملية الشراء الواحدة. ليه الناس بتتسوق من على النت؟ عشان أسرع، عشان أسهل. ايه اللي يخليني اروح من مول لمول واركب سيارتي واروح ادور في 3 4 مناطق عشان اشتري برفان ولا اشتري نظارة ولا اشتري تيشيرت؟ انا في خلال 10 دقايق وانا قاعد تك تك اخترت الحاجة اللي انا عايزها من اي مكان في العالم وصلتني لغاية باب بيتي. في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. الناس ما بقتش فاضية انها تفضل تقعد تدور هنا وهنا، وانت قدامك ما شاء الله العالم كله ما بين ايديك، اختار اللي انت عايزه. يبقى ده مميزات التسوق عبر النت. طيب الحقيقة الثالثة، ان التجارة الالكترونية والتسوق الالكتروني كل يوم بيكبروا نمو كبير. كل الناس بتسمع على الاي كوميرس، كل حاجة في حياتنا بقت ايه يعني الكترونيك، الكتروني. الحكومات بقت حكومات الكترونية، المحلات بقت محلات الكترونية، كل حاجة بقت اي كوميرس، تجارة الكترونية. في محلات كبيرة عالميا قفلت محلاتها واكتفت بالمواقع بتاعتها عبر النت، لأن لقت الناس بتشتري من مواقعها اللي على النت أكتر ما بييجوا عندها. طب أنا ليه يبقى عندي بقى موظفين ومحلات وإيجارات ورواتب؟ لا، ما أنا أقفل المحلات دي كلها وعندي الموقع بتاعي، خلاص كده كفاية. الصفقات التجارية في كل أنحاء العالم دلوقتي بتتم عن طريق تجارة إلكترونية. انتوا كل واحد فيكم عنده حساب على الفيسبوك ووسائل التواصل المختلفة، بتلاقوا الناس بتنزل صفحات، بتشتري حاجات وتبيع حاجات، كل ده الناس شغالة على النت. فده التجارة الإلكترونية، واللي بيثبت ده مقال بسيط 12 سنة 2011 على جريدة الاتحاد، بيقول إن الإمارات تسجل أعلى معدل للتسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده كان سنة 2011. يعني من قد ايه؟ يعني من 6 سنين. الناس هتيجي تقول انتوا الامارات معاكم فلوس، مش الفكرة معانا فلوس ولا معناش فلوس، الفكرة ان الناس عايزة توفر، الناس عايزة الاسهل والاسرع. كل بلاد العالم كلها دلوقتي شغالة اونلاين، كلها شغالة على النت. واللي يثبت الكلام ده كمان اكتر، الاحصائية اللي قدامنا دي من موقع اسمه اي ماركتر، متخصص في الاحصائيات الاقتصادية. الموقع ده جمع حجم انفاق الناس على التجارة الالكترونية والتسول الالكتروني في جميع انحاء العالم في خلال 5 سنين، من سنة 2012 لسنة 2017 باذن الله. لقينا ان في 2012 الناس صرفت حوالين العالم كله مبلغ تريليون دولار. تريليون دولار يعني 1000 مليار دولار. 1000 مليار يعني مبلغ مهول. ده سنة كام ده؟ 2012. 2013 بيزيد، 14 بيزيد، 15، شايفين الأرقام كلها بتكبر. 2016 وصلنا ل 2 تريليون دولار، و2017 اللي بنقول كلنا ان هي سنة اقتصادية صعبة جدا، هيوصل حجم انفاق الناس فيها ل 2 تريليون و300 مليار.
وباذن الله بحلول سنه 2020 المبلغ ده هيكون 4 تريليون دولار. شوفوا قد ايه مبيعات التجاره الالكترونيه ونمو التجاره الالكترونيه في العالم. بس الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي ارقام كبيره جدا، بتمثل ميزانيات دول عظمى. بس دي كلها مساهمتنا احنا في التجاره الالكترونيه حوالين العالم، مساهمتنا احنا في تسوق حوالين العالم. يعني كل واحد فينا ليه نصيب وليه حصه في التجاره الالكترونيه العالميه. طب ازاي ناخد نصيبنا بقى؟ لو انا جيت قلت لك انت ليك نصيب في التجاره دي، وانت العمليه مزنقه معاك ومزنوق والدنيا ملخبطه ومحتاجين مصاريف، طيب انا عايز نصيبي. شفتوا فيلم عايز حقي؟ كان بيقول له انا ليا نصيب في المال العام، يبقى انا ليا نصيب، يبقى انا ابيع نصيبي ما دام مش عارف اتصرف فيه ابيعه. لا، احنا النهارده مش هنبيع حاجه، احنا النهارده هناخد نصيبنا واكتر كمان من التجاره الالكترونيه العالميه. عن طريق ايه؟ عن طريق شركه دوبي اللي هي اكبر بوابة تسوق إلكترونية في العالم، مع مبدأ لشركة دوبلي اسمه الاسترداد النقدي أو الكاش باك. مين فينا ما بيسمعش عن الكاش باك دلوقتي؟ الكاش باك بقى اتجاه عالمي لجذب المتسوقين. لما يجي يقول لك استخدم بطاقة الائتمان الكريدت كارد بتاعت البنك الفلاني وخد كاش باك 5%، يعني ايه؟ يعني على كل عملية شراء انت هتعملها البنك هيرجع لك 5% من عملية الشراء. تروح للمحلات يقول لك اشتري بقيمة 500 درهم وخد 50 درهم كاش باك، او فاوتشر بقيمة 50 درهم. بقت المحلات كلها والهيئات والمنظمات ازاي بتتفنن تجذب المتسوقين عشان يشتروا منها عن طريق الكاش باك. يعني زي ما بنقول الكاش باك وسيلة كسب للمتسوقين. طب الكاش باك بتاع دوبلي ازاي بيشتغل؟ حلو، انا هنا كمتسوق طول عمري بشتري من محلات اونلاين انا عارفها وحبيبها وبشتري منها، تمام، بشتري تذاكر طيران على الاتحاد، على القطرية، بحجز فنادق على بوكينج، على هوتيلز، بشتري حاجات موبايلات اكسسوارز من وادي، عندي حاجات كتيرة، عندي محلات مجوهرات، بشتري من نايكي، من بوما، من اديداس، كل الحاجات دي كلها بشتريها. طيب بما اني مثلا هناخد مثال طيران الاتحاد، بما اني هحجز تذكرة طيران على مصر، على طيران الاتحاد، وطيران الاتحاد من ضمن المحلات المشاركة تحت شركة دوبلي، فلما بشتري طيران تذكرة طيران من الاتحاد، الاتحاد بيدي عمولة لدوبلي. ليه؟ عشان ايه؟ لان دوبلي لما راح يتكلم مع طيران الاتحاد قال له بقول لك ايه، ايوه، انا عندي فكره حلوه جدا انها تزود لك من مبيعاتك وارباحك حوالين العالم. ايدي على كتفك، ازاي ده؟ العمليه مزنقه ومحدش، الناس كلها بتدور على الارخص، صح؟ احنا كشركه دوبلي عندنا اكتر من 300 مليون متسوق مسجلين تحت دوبلي في جميع انحاء العالم. حلو حلو، ايه رايك لما الناس دي تشوف الموقع الالكتروني بتاعك الاصلي بتاع طيران الاتحاد عندهم، ويشتروا تذاكر طيران من عندك ويزودوا لك ارباحك؟ جميل. ازاي؟ احنا كشركه دوبلي هنحط الموقع بتاعك ده في جميع بلاد العالم، والناس المتسوقين المسجلين تحت دوبلي هيشوفوا الموقع ده ويشتروا. بس كل ما الناس تشتري من عندكم من خلالنا هتدونا عمولة. ليه يعني اديك عمولة؟ اولا انا بجيب لك زباين. ايوه صح، تمام. النقطة التانية، العمولة دي انت مش هتجيب عمولة من بره، ده جزء من الميزانية السنوية بتاعة الدعاية والاعلان اللي انت بتصرفها كل سنة. مش انت كل سنة كل ما بنفتح مواقع على النت بنلاقي طيران الاتحاد، طيران الاتحاد، ما انا كل دي اعلانات انا بدفعها. حلو، احنا بقى الاعلانات اللي انت بتدفعها، ما انا بعمل لك دعايه، بعمل لك اعلان، فانت هتديني جزء من الميزانيه السنويه بتاعتك دي في صوره عموله لما الناس تشتري من عندك. الناس ما اشترتش ما بتدينيش حاجه. حلو، فير انف، انا مش خسران حاجه طيران الاتحاد.
جميل جدا. نيجي بقى على العمولة اللي بترجع لدوبلي. دوبلي بتعمل ايه في العمولة دي؟ دوبلي بتقسم العمولة دي لثلاث اقسام. القسم الاول والاكبر بيرجع في صورة كاش باك للمتسوق نفسه. فكده دلوقتي انا طول عمري بشتري من طيران الاتحاد، من بره دوبلي باخد احسن سعر واحسن مميزات والاميال بتاعتي وخلاص. لكن المرة دي اشتريت على من طيران الاتحاد بس من خلال دوبلي، باخد احسن سعر والاميال بتاعتي واحسن سيرفيس وكمان باخد كاش باك. فانا كده هتبقى عندي توفير اكتر، فانا كل مرة هروح اتسوق هتسوق من خلال دوبلي عشان اخد الكاش باك وبقايا المميزات التانية. القسم الثاني من العمولة بيرجع للبيزنس اسوشيت. انا اسف معلش، البيزنس اسوشيت اللي هم مين؟ اللي هم شركاء العمل او اللي هم اعضاء في شركة دوبلي في جميع انحاء العالم، زي انا وزي كتير من حضراتكم والجداد اللي معانا باذن الله. اللي احنا هدفنا الرئيسي نكبر عدد المتسوقين المسجلين تحت شركة دوبلي في جميع انحاء العالم. ودوبلي بتدينا مكافآت وبونص وحوافز هنتكلم عليها بالتفصيل. الجزء الأخير من العمولة بيرجع أرباح لشركة دوبلي. فزي ما بنقول كل ما زاد عدد المتسوقين، كل ما زادت المحلات المشاركة، كل ما زادت العمولات، زاد الكاش باك، زادت المكافآت والحوافز، زادت أرباح شركة دوبلي. فمبدأ إن الكل كسبان، أو زي مبدأ ما بنقول وين وين سيتويشن، كل الناس كسبان. طيب إزاي بيحصل بقى الموضوع ده؟ قبل ما نقول الموضوع ده بيحصل ازاي، خلونا نعرف الاول ايه هي دوبلي. دوبلي شركة امريكية اتأسست سنة 2003 في امريكا، المقر الرئيسي ليها في سياتل تحت الشركة الام اسمها اومنتو. اومنتو شركة امريكية مسجلة في الناسداك. ايه هي الناسداك؟ الناسداك اللي هي البورصة الامريكية، اكبر سوق مال في العالم. يعني مين الشركات اللي مسجلة في الناسداك؟ فيسبوك، أبل، سامسونج، جوجل، ياهو، الشركات الصغنونة دي، الشركات الصغيرة دي اللي احنا زيها. أكبر شركات في العالم مسجلة في الناسداك، وأومنتو من أكبر شركات العالم في مجال التجارة الإلكترونية. عندنا أكتر من 14 مكتب إقليمي حوالين العالم، عندنا في سنغافورة، عندنا في نيودلهي، عندنا في دبي، في ألمانيا، في أمريكا، في البرازيل، ومؤخرا اتفتح في المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان، واليابان. وكل يوم دوبلي بتتوسع أكبر وأكبر. الحمد لله ما شاء الله. مين أعضاء مجلس الإدارة؟ برضو لازم نكون نعرف نتعرف على الشركة ونتعرف على الناس اللي موجودة. عندنا مستر مايكل هانسون، مؤسس دوبلي والسي اي او بتاع اومنتو. مستر مايكل هانسون ده راجل ما شاء الله عليه، ده راجل عبقري، يعني راجل ملياردير عنده خبرة اكتر من 20 سنة في مجال شبكات التسويق، في مجال الدايركت سيلينج. ولما جه فكر في دوبلي قال ايه؟ قال انا عايز اعمل حاجة تساعد الناس ان هي توفر فلوس من اسلوب حياتها اليومي، من نظام حياتها اليومي اللي هو إيه؟ انتوا بتعملوا ايه كل يوم؟ بتتسوقوا وبتشتروا حاجات، هنخليكم توفروا فلوس من المشتريات، وكمان هنديكم فرصه انكم تعملوا فلوس من مشتريات الناس اللي حواليكم، لانكم بتقدموا للناس خدمه ازاي يوفروا فلوس. احنا دوبلي ما عندناش منتج نبيعه للناس، مش زي بقيه الشركات اللي بتقول لك تعالى اشتري من عندي حاجه وبيعها عشان انت محتاج تشتغل. لا، دوبلي بتقول لك انت بتقدم خدمه للناس عشان يقدروا يتسوقوا ويوفروا فلوس. الفكره بتاعت مستر مايكل هانسون اللي بداوا تطبيقها من سنه 2003 طبعا ما ينفعش يعملها لوحده، احنا هنا مش وان مان شو. فجاب معاه ناس شغاله في اكبر شركات العالم ليهم مصداقية دولية عالمية، اللي كان شغال في طيران الإمارات، في جروبون، في بيبسي كولا، في نايكي، whatever، عشان يعملوا قاعدة قوية لأكبر شركة في العالم بإذن الله. لأن أهم حاجة
لما تكون بتبني بيت، تبني شركة، تبني عمارة، تبني بني آدم، إنك تكون مؤسسه صح، يكون أساسك صح، البنى بتاعك هيطلع للسماء. يكون أساسك غلط، البنى بتاعك هيقع في أقل وقت ممكن تتخيل. وطبعا الكلام ده تقدروا تسمعوه وتشوفوه على، لو تعملوا بحث على الجوجل، على اليوتيوب، تسمعوا مستر مايكل هانسون واللقاءات اللي اتعملت معاه والبرامج الحوارية واللي بتتكلم عن دوبلي وعن الطفرة اللي عملتها دوبلي في مجال التسوق عبر الانترنت. لأن دوبلي مش البوابة الوحيدة اللي الناس بتتسوق منها، لكن دوبلي البوابة الوحيدة اللي بتدينا كاش باك عالمي في جميع أنحاء العالم. جميل، جميل جدا جدا جدا. طيب ايه مميزات التسوق من خلال دوبلي؟ ده الموقع بتاع دوبلي، سهل جدا وبسيط واي حد يقدر يستخدمه، وان شاء الله اذا معانا وقت في نهايه المحاضره نقدر نفتحه لكم نوريه لكم باذن الله. عندنا الكاش باك بيوصل لغايه 30%، بعض المحلات بيوصل معانا 30% كاش باك. عندنا اكتر من 15,000 ستور مسجلة جوه دوبلي في جميع انحاء العالم. جوه المحلات دي عندنا اكتر من 1,200,000,000 منتج، نقدر نختار المنتج اللي احنا عايزينه. عندنا كوبونات وتخفيضات حصرية لاعضاء شركة دوبلي، واللي قدامنا ده جزء من كل. شايفين اللي قدامكم دول؟ اعتقد ان دول مش شركات صغيرة، دي من اكبر شركات العالم، اطلانتس، الاتحاد، الامارات، فلاي دبي، قطر، علي اكسبريس، امازون، جوميا، هيلتون، بوكينج، هوتيلز، ليجو، لينوفو، وولمارت، كل ميسيز، نايكي، بوما، اديداس، مايكروسوفت، فوريفر 21، فليب كارت، كل ما تتخيلوه، كل ما تتخيلوه اكتر واكتر، دول موجودين معانا في دوبلي. وكل محل بيرجع نسبة كاش باك على حسب الاتفاق اللي تم ما بين كل محل وما بين دوبلي، اللي بيرجع 5%، 12%، 7%، 8%، على حسب كل محل واللي هو عايزه. طيب ازاي بتاخد الكاش باك؟ ببساطة، الشخص اللي عزمك النهاردة انك تحضر، اطلب منه اللينك بتاعه، عنده لينك، اطلب منه اللينك، خش على، اعمل حساب على دوبلي، روح اختار المحل اللي انت عايزه، اعمل الاوردر بتاعك، اتسوق وخد كاش باك بمنتهى السهوله. ازاي؟ ناخد مثال، ده الموقع بتاع دوبلي، احنا واخدين سكرين شوت، شايفين هنا دوبلي وده الموقع، تمام؟ عاملين لنا كمان نظام حلو تسوق حسب الفئه، مقسمين كل المحلات على حسب الفئات. افتح هنا يا كل الحاجات دي واكتر واكتر. لو انا عايز احجز تذكرة الطيران، فين الرحلات الجوية واسعار التذاكر؟ نفتح فين؟ هروح على طيران الامارات، هسافر مثلا على مصر بطيران الامارات. شايفين في 1% بالاحمر و6% بالاورنج، هنقولهم بعدين. طيب انا دوست على طيران الامارات، انت على وشك ربح استردادات نقدية، تفضل بزيارة emirates.com. دوسنا عليها، رحت للموقع الاصلي بتاع طيران الامارات، كده مسؤولية دوبلي خلصت. دوبلي وصلتني من حساب دوبلي للموقع الأصلي بتاع طيران الإمارات، اللي أقدر أشتري وأخد الأميال بتاعتي وأخد الحاجات بتاعتي كلها والنقط من طيران الإمارات، وآخر مبلغ أنا بدفعه ده اللي باخد عليه الكاش باك. هنا ده حسابنا في دوبلي، نظرة عامة عن الاستردادات النقدية اللي بيكون آدي موجود الحساب، فلوس استرددات نقدية متوفرة معلقة، وهنشرح بالتفصيل ايه هم دول وازاي اختار طريقة الدفع. جميل جدا. طيب احنا النهاردة في دوبلي يا جماعة كنا بنتكلم على فرصتين، الفرصة الاولى ازاي بنوفر فلوس، الفرصة الثانية ازاي بنعمل فلوس. لو جيت قلت لكم انتوا عايزين اي فرصة، توفروا فلوس ولا تعملوا فلوس، هتقولوا ايه؟ طبعا الكل هيقول احنا عايزين الاثنين، عايزين نوفر فلوس وعايزين نعمل. جميل. طب لو جينا بقى على التوفير، دوبلي قالت احنا عندنا نوعين من المتسوقين، المتسوق الذكي والمتسوق الاذكى. المتسوقين
اللي هم اذكياء واللي فاكرين نفسهم ناصحين، واللي يجي تعالى اقول له يلا تعالى اشترك معايا في دوبلي وادفع اشتراك، يقول لك بس اوف انا مش بتاع دفع، انا بتاع ابو بلاش. عندك ابو بلاش اديني، انا ما بدفعش ولا مليم يا عم. ده فيش ما اشتراك ايه؟ انا ما بشتركش. عندك حاجه ببلاش؟ طب انت لو سالت اي واحد تقول له تعالى اشترك ببلاش هيقول لك اه تعالى اشترك ببلاش. مفيش دوبلي فيها اشتراك ببلاش، حساب فري، حساب مجاني للمتسوقين المجانيين اللي مش عايزين يدفعوا اشتراك، بيجي يسجل حساب في دوبلي ويتسوق وياخد كاش باك وهو ما دفعش ولا فلس ولا قرش ولا سنت زي ما بنقول. حلو موضوع ابو بلاش ده، لان احنا زي ما بنقول عندنا احنا المصريين ابو بلاش كتر منه. فبما ان في حاجات ببلاش حلو نخش عليها ابو بلاش. بس انا عندي متسوق اذكى، لو تيجي تقول له تعالى، لا يا معلم ابو بلاش ده مهما كان حلو بس ما بيدينيش كل حاجة، اكيد في حاجة تانية تديني توفير اكتر. صح انت بتتكلم صح. عندنا حساب مخصوص، زي ما كل حاجة في الدنيا فيها عادي وفيها مخصوص، عندنا حساب مخصوص للناس اللي عايزة توفر اكتر، اسمه الفي اي بي لونج او العضوية الفي اي بي. Very important person، شخص مهم جدا. حلو حلو الموضوع، حلو الاسم. ايه بقى الـ Very important person ده الفي اي بي؟ دي عضوية سنوية قيمتها $99 في السنة، يعني 360 درهم في السنة، يعني درهم في اليوم. تصرف درهم في اليوم؟ هي انا بصرف 100 درهم في اليوم، درهم ايه اللي بتتكلم عليه في اليوم؟ حلو. 360 درهم ده مبلغ؟ لا مش مبلغ اصلا. قول لي بس الاول قبل ما تقول لي انا ليه هدفع $99؟ ما انا عندي ابو بلاش. حلو. تدفع $99 هتعمل ايه؟ هتاخد 6% كاش باك زياده فوق نسبه الفري. يعني انا لو رايح احجز تذكره طيران على الاتحاد وانا متسوق مجاني فري هاخد 5% كاش باك، لو انا في اي بي هيطلع لي 11% كاش باك. حلو الموضوع ده، ده فيه توفير كتير. اه تخيل لو التذكره ب 3000 درهم وانت رايح تاخد 1% زي طيران الامارات، 1% من ال 3000 كام؟ 30 درهم لو انا فري. لكن لو انت في اي بي هتاخد 7%، هتاخد كام؟ هاخد 210. لا 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 ده فرق كبير. شوف بقى انت ممكن في عمليه شراء واحده ترجع قيمه العضويه اللي انت اشتريتها. بس كده ده مميزات الفي اي بي؟ لا، عندنا كمان بما انك عضو في اي بي لازم تتعامل كفي اي بي. فدوبلي بتديك ايه؟ بتديك دوبلي ديبت ماستر كارد. ماستر كارد طالع من بنك اسمه بايونير، عامل اتفاقيه مع دوبلي ان الاعضاء الفي اي بي بس بتطلع لهم بطاقة دوبلي ماستر كارد، ويقدروا يحولوا الكاش باك عليه بتاعهم اللي في الحساب بتاع دوبلي هنا على البطاقة دي، ويقدروا يسحبوها من أي ATM ماشين في العالم عليها علامة ماستر كارد، أو يستخدموها في التسوق سواء عبر الإنترنت أونلاين أو في أي محل هم عايزين. وده الجمال والروعة بتاع شركة دوبلي، إن الكاش باك اللي احنا بناخده بناخده فلوس وبس، ما بناخدوش اميال ولا نقط ولا كريدت ولا حاجات ما احنا شايفينها، بناخده فلوس. والطريقه الوحيده اللي احنا ناخدها ان احنا نحولها لحسابنا نحطها في جيبنا. وكمان عندنا ايه؟ عندنا الفي اي بي لونج ده بقى المميزات الرهيبه اللي هتنزل باذن الله الجديد، الفيرجن الجديد اللي نازل يوم 18/4 باذن الله، بحاجات هتقلب موازين الدنيا. بكلمكم بجد، الفي اي بون في اي بي لونج الجديد اللي هينزل 18/4 باذن الله حاجه فوق الوصف، فوق الخيال.
لما حاجة بسيطة يعني، اللي هيكون عندنا تخفيضات، تخفيضات بقى غير الكاش باك. لما تروح تشتري من الفنادق اللي احنا طول عمرنا بنشتري منها وبنحجز فنادق، ويطلع لك تخفيض لغاية 60% بالإضافة للكاش باك اللي هتاخده. يعني هيظهر قدامك كده سعر بوكينج أو سعر هوتيلز أو سعر المواقع التانية، ويبقى أنت ليك سعر تاني خالص عشان أنت في أي بي. تذاكر الطيران هيبقى فيها حاجات أكتر، في خصم يوصل لنسبة 10% غير الكاش باك. فبعد يوم 18/4 بإذن الله الدنيا مش هتتكلم غير عن الفي اي بي لونج بتاعتك. ازاي بنحول بناخد الكاش باك ده؟ حسبنا في دوبلي لو احنا اعضاء في اي بي هنحوله على دوبلي ديبت ماستر كارد، او نحوله على بطاقة باي بال، دي ناس بتستخدمها في الاونلاين شوبينج، او على حسابنا في البنك. واحنا كلنا متفقين مع بعض ان العضوية الفي اي بي دي لو كل واحد فينا خرج في نهاية الاسبوع في الويك اند مع ابنه ومع اولاده ومراته وراحوا اتعشوا ولا اتغدوا، على الاقل بيصرف له 300-400 درهم في الاسبوع. فما بالك انك معاك عضوية ب 360 درهم في السنة، هتوفر قد كده من مشترياتك. فكل الناس لازم باذن الله يبقى معاها العضوية. طيب احنا كده اتكلمنا عن الجزء الحلو اللي كلنا بنحبه، ازاي بنوفر فلوس. الجزء الاحلى اللي كلنا داخلين النهاردة هنا جايين عشان نسمع، ازاي بنعمل فلوس، ازاي بنبني البيزنس بتاعنا، ازاي بنبني شغلنا. ده اللي احنا كلنا باذن الله جايين نسمعه وعايزين نحققه، وهنحققه باذن الله مع بعض. طيب انا هديكم مثال بسيط، وده ينطبق على جميع الامثله اللي زي كده في العالم. انا فرض انا معايا موبايل سامسونج، ورحت لشركه سامسونج وقلت لهم انا عايز ابقى وكيلكم في الامارات، موافقين؟ سامسونج قالت ايه؟ اوكي يا محمد موافقين، بس احنا لينا شروط. ايه شروطكم؟ اولا بتروح تاجر لك محل في اي مكان كويس، وتصرف عليه وتعمل ديكوراتك وتعمل وتعمل الحاجات دي كلها، تمام؟ لانك هتشتغل تحت اسم سامسونج، لازم يليق باسم سامسونج. طب انا هدفع كتير. والله ده مشكلتك، انت عايز تبقى وكيل لسامسونج، انت حر اعمل المحل زي ما انت عايز. الشرط الاول انك هتمضي عقد بين سامسونج وبين محمد انك هتكون وكيلنا في الامارات، وانك بموجب العقد ده كل سنة هتدفع لنا مصاريف تجديد الوكالة. انت بتشتغل تحت اسمنا، فلازم كل سنة تدفع لنا مصاريف تجديد الوكالة او نسبة من ارباحك على حسب الاتفاق. ماشي. الشرط الثاني، انت وكيل لسامسونج هتبيع ايه؟ هبيع منتجات سامسونج. حلو، يبقى انت هتشتري من سامسونج بالجملة منتجات سامسونج وتبيعها بالقطاعي عشان تاخد الربح بتاعك. فانت عندك مينيمم كل سنة لازم تاخد مني بمليون درهم منتجات. بعتهم، وزعتهم، حرقتهم، رميتهم، دي مشكلتك انت مش مشكلة سامسونج. انت وكيل لازم تاخد مني مينيمم، حد ادنى للطلبة. الشرط الثالث انك بتكون وكيل حصري في الامارات، ما بتقدرش تكون وكيل في قطر ولا السعودية ولا مصر ولا امريكا ولا اي مكان. حلو الكلام؟ هو مش حلو، بس انا مضطر، لان ده مبدأ الوكالات في جميع انحاء العالم. طب يا محمد هتصرف كام انت في الموضوع ده؟ والله هصرف كتير كتير عشان ابقى وكيل لسامسونج، بس يستاهل يستاهل، ده انا هبيع بقى حاجات سامسونج والناس كلها بتشتري. طب النهارده بقى دوبلي اديتنا الفرصه دي ان احنا نبقى وكلاء لدوبلي، مش بس في مكاننا، في اي مكان في العالم نقدر نكون وكلاء لدوبلي. مفيش حدود ما بين الدول، العالم كله ما بين ايدينا، نقدر نكون وكلاء لدوبلي في اي مكان في العالم. جميل، جميل جدا جدا. طيب ايه الشروط ان احنا نبقى وكلاء لدوبلي؟
زي ما كان في شروط لسامسونج في شروط لدوبلي. احنا قلنا سامسونج هنصرف فيها كتير، فدوبلي عشان نبقى وكلاء. ازاي؟ عندنا طريقتين. اول طريقه باقه اسمها التيم ممبر. ايه باقه التيم ممبر دي؟ فيها ايه الباقه دي عشان ابقى وكيل؟ فيها رخصه الوكاله. يعني ايه رخصه الوكاله؟ رخصه الوكاله دي الرخصه اللي ما بينك وما بين دوبلي، انك بقيت وكيل لدوبلي، انك تقدر تعمل ماركتينج، تقدر تعمل تسويق باسم دوبلي، تقدر تعمل دعايه عن دوبلي، بتقدر تستلم فلوس وعمولات من دوبلي. وبتكلفك الرخصه دي كام؟ 99 دولار مره واحده في العمر، مش كل سنه بتدفع 99 دولار. مره واحده بقيت وكيل لدوبلي مدى الحياه. في تجديد للرخصه او بنقدر نقول عليه مصاريف صيانه للموقع بقيمه 39 دولار سنويا، لكن الرخصه الاصليه دي بتدفعها مره واحده. انت بيبقى عندك موقع الكتروني عليه حاجات كتيره ومصاريف صيانه وكده، بتدفع دي بتعتبر مصاريف تجديد الرخصه ب 39 دولار سنويا. جميل، حلو. البلاد اللي فيها وكلاء محليين بتبقى الرخصه دي بدل ما هي 99 بتبقى ب 124، زي الامارات، زي السودان، زي السعوديه، زي المغرب، الرخصه دي بتزيد بتبقى 124 دولار. البلاد اللي ما فيهاش وكيل بتبقى 99 دولار. حلو. النقطه الثانيه، زي ما سامسونج قالت لي يا محمد بتشتري بالجمله منتجات سامسونج، دوبلي بتقول لمحمد بتشتري بالجمله منتجات دوبلي. انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ ليه خير؟ ما انت قايل من شويه لما كنت بتورينا صور اعضاء مجلس الاداره ان دوبلي ما عندهاش منتجات، دوبلي ما عندهاش حاجه، دوبلي ما عندها سيرفيس، خدمه. ترجع تقول منتجات بقى ونرجع للنظام ده؟ لا، ما هو ده السيرفيس اللي هي ايه؟ العضويات الفي اي بي، الفي اي بي لونج، هو ده المنتج الوحيد اللي عند دوبلي، الخدمه اللي دوبلي بتقدمها للناس عشان توفر فلوس، هو ده المنتج الوحيد لدوبلي. دوبلي بتقول لي يا محمد عشان تكون وكيل لدوبلي على الاقل بتشتري 6 عضويات في اي بي بس بمبدا الجمله، فبتدفع حق 5 بس وبتاخد واحده عضويه مجانيه. 5 في 99 ب 495، بس انت معاك واحده مجانيه. وكمان عندك حاجه اسمها ايه؟ اسمها اكاديميه دوبلي او دوبلي اكاديمي. ايه دوبلي اكاديمي دول بقى؟ دول يا سيدي 4 كورسات اونلاين من واحده من اكبر مؤسسات التدريب في امريكا، اسمها مؤسسه بيج ال، متخصصين في التدريبات اللي مختصه بالقياده، الليدرشيب، التطوير الذات والتنميه البشريه. وكل كورس من الاربعه دول بيتكلف 250 دولار، يعني الاربعه ب 1000 دولار. تخش تحضر الكورس اونلاين، تخلصه، تخش تحضر الامتحان اونلاين، تنجح في الامتحانات، تطبع شهاده انك خدت 4 كورسات من بيك الاكاديمي، تحطها في السي في بتاعتك، وما بتدفعش ولا مليم، لان دي هديه من دوبلي لكل اعضاء دوبلي عشان نكون وكلاء محترفين من دوبلي. لو اتكلمنا على القيمة الإجمالية للباقة دي بنتكلم على حوالي قرب 1700 دولار، لكن احنا كل اللي بندفعه فعليا اللي هو 99 زائد 495 اللي هم 594 دولار، وبقيت وكيل لدوبلي. حلو الكلام؟ كلام جميل، كلام جميل، ممتاز. انت قلت لنا ان في طريقة تانية صح؟ دي بقى الطريقة اللي بتخلينا نقدر نسجل شركاء جوه دوبلي. يعني ايه؟ يعني بجيب شركات معانا في دوبلي. يعني ايه؟ هوريكم يعني ايه. دي بقى الطريقة للناس اللي عايزة تبني بيزنس صح، بيزنس على مستوى عالي، شغل على مستوى كبير. اسمها ايه؟ اسمها الباقة الشاملة او البي بي اي، بارتنر بروجرام
اكسلريتور. ايه الباقه الشامله دي او البي بي اي؟ فيها ايه؟ فيها اولا انت قلت بتسجل شركات، هشرح لكم تسجيل الشركات ده بعد دقيقه ان شاء الله. ايه اللي موجود جوه الباقه دي؟ الباقه دي فيها موجوده رخصه الوكاله اللي بقيمه 99 دولار باخدها مجانا فري اوف تشارج. حلوه ابو مجانا ده. بس بقى دوبلي بما انها بتقول لي يا محمد انت داخل تبني شغل وبزنس كبير فما بتشتريش 6 عضويات في اي بي، بتشتري 30 عضويه في اي بي بس بتدفع حق 25 وبتاخد 5 مجانا. ادي 500 دولار حلو. وبتاخد برنامج للتعامل مع الشركات اسمه بي اس بي ريوردز، ده بقيمه 1000 دولار التدريب بتاعه بتاخده مجانا. وكمان ال4 كورسات بتوع بيج ال اكاديمي، اكاديميه دوبلي اللي بقيمه 1000 دولار بتاخدها برده مجانا. وبتاخد صفحات جذب الزبائن. ايه صفحات جذب الزبائن؟ دي صفحات تقدر تنشرها على الفيسبوك، على تويتر، انستجرام، وسائل السوشيال ميديا بتاعتك، تساعدك انك تجيب متسوقين وتساعدك انك تبيع ال 30 عضويه الفي اي بي اللي معاك في جميع انحاء العالم. الصفحات دي بقيمه 400 دولار في السنه بس بما انك بي بي اي بتاخدها كلها مجانا. والله انا شايف حاجات مجانا كتير فعلا. لو بصينا للقيمة الإجمالية للباقة دي بنتكلم على أكثر من 5400 دولار، لكن إحنا فعليا بندفع كام؟ بندفع 25 عضوية في أي بي، في 99 بندفع 2475 دولار. طبعا الناس تنحت، الناس بصت لبعض أو بصت أو بعتوا للناس اللي هم عزموهم أنتوا اتجنيتوا ولا إيه؟ 2500 دولار عشان ايه؟ عشان نشتري بيزنس؟ لا 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 لا، انسوا 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 خالص. ده احنا لو حبينا ندخل بالباقه الاولانيه ام 600، انتوا عارفين الدولار بكام؟ عايزين نخش ادفع 2500 دولار وتقولوا لي فاوتشر وبي اي بي؟ بعمل بيه ايه الحاجات دي؟ ازاي ادخل شركات يعني؟ انتوا بتقولوا بدخل شركات. ايوه بندخل شركات. ازاي؟ ده البرنامج اللي بيدخل الشركات اسمه البي اس بي ريوردز. عندنا اكبر شركات في العالم بتعمل ايه؟ بتخش شريك مع دوبلي. يعني ايه؟ يعني بيروح على الموقع بتاع دوبلي ويشتروا الموقع ويشيلوا اللوجو بتاع دوبلي ويحطوا اللوجو بتاعهم ويبقى عندهم مول التسوق بتاعهم، محدش شايف دوبلي. ازاي؟ ناخد مثال. شايفين هنا ادي دوبلي، ده الموقع بتاع دوبلي وهوريه لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. على الشمال فوق في اللوجو بتاع دوبلي. نبص بقى هنا كاش باك اريبيا، على الشمال فوق في كاش باك اريبيا. اختفى دوبلي، هي الصفحه، هي الكلمات، هي كل حاجه، اختفى دوبلي ونزل كاش باك اريبيا. ايه هو كاش باك اريبيا ده؟ ده باختصار مول التسوق بتاع شركة اتصالات الإماراتية. شركة اتصالات قررت، قالت احنا بس مش هنعتمد على الناس لما يتكلموا في التليفونات ان احنا نكسب فلوس، لا ده احنا عايزين لما الناس تتسوق وتشتري تذاكر طيرانها وبرفاناتها وفنادقها والحاجات دي كلها، ان الناس ان احنا يرجع لنا ايه؟ يرجع للناس كاش باك، واحنا يرجع لنا نسبة من الكاش باك بتاعهم. ازاي؟ راحت اتصالات اشترت الموقع بتاع الدوبلي وشالت اللوجو بتاع دوبلي وحطت اللوجو بتاعها، واتصالات بيرجع لها 30% من الكاش باك بتاع كل متسوق بيشتري تحت كاش باك اريبيا. مثال، لو فرضنا ان شركة اتصالات تحت كاش باك اريبيا بقى في 10,000 متسوق، وال 10,000 متسوق دول كل واحد فيهم هيرجع له سواء كانوا فري او في اي بي او ميكس ما بين الاثنين، كل واحد فيهم هيرجع له كاش باك في السنه بقيمه 150 دولار في السنه. كاش باك اريبيا او اتصالات هيرجع لها ايه؟ هيرجع لها 30% من الكاش باك بتاع كل شخص من غير ما تخصم منه حاجه.
يعني هيرجع لها 45 دولار في 10,000، يبقى اتصالات رجع لها 450 ألف دولار من المتسوقين اللي عايشين حياتهم بصورة طبيعية وبياخدوا كاش باك. طيب أنا بقى الشخص اللي أقنعت اتصالات إنها تخش وتبقى شريك لدوبلي، بكسب إيه؟ بستفاد إيه؟ بيستفاد 10% من الكاش باك بتاع كل شخص، يعني بيطلع لي 15 دولار في 10,000، يعني 150 ألف دولار في السنة من ناس أنا ما أعرفهاش ولا عمري سمعت عنهم. ناس بتتسوق بيرجع لهم كاش باك، وأنا بيرجع لي 10% من الكاش باك بتاعهم. لو فرضنا إن أنا أعرف مدير بنك وقلت له إيه رأيك لو أزود لك أرباح البنك بتاعك؟ حلو، لأن البنوك كلها دلوقتي وضعها اقتصادي زي الزفت. إيه المنتجات اللي عند البنوك؟ البنوك ما عندهاش غير كريدت كارد وقروض، قروض وبطاقات ائتمان، ومحدش لا بيدفع ده ولا بيدفع ده. فلما تروح تعرض الفكرة دي على بنك، ايه رأيك ان انت يبقى عندك مول التسوق الالكتروني بتاعك وتبعت رسائل لكل العملاء بتوعك؟ عندك كام عميل؟ بنك الاهلي مثلا في مصر او بنك ابو ظبي الاسلامي او كده، لو عنده مثلا 100,000 عميل، حلو، والبنك راح بعت رسالة لكل العملاء نشكركم لولائكم وانكم اعضاء في البنك بتاعنا ومن عيله البنك، وقمنا مؤخرا باصدار مول التسوق الالكتروني بتاع البنك خدمه لاعضائنا الكرام، قمنا بتسجيلكم مجانا، ده اليوزر نيم وده الباسورد، خشوا تسوقوا وخدوا كاش باك بيوصل لنسبه 30%، التسجيل تم مجانا. والرساله دي اتبعتت لكل واحد من الكاستمر. قلنا كام واحد في البنك؟ 100,000 شخص. لو كل شخص رجع له كاش باك 100 دولار في السنة، البنك هيرجع له كام؟ 30%، يعني 30 دولار. 30 دولار في 100,000 عميل، يعني 3 مليون دولار من الناس عملاء البنك اللي بيتسوقوا وعايشين حياتهم طبيعية مليون في المية، والبنك رجع له 3 مليون دولار. طب انا رجع لي ايه؟ انا استفدت ايه؟ 10% من ال 100 دولار، يعني 10 دولار في 100,000، يعني انا رجع لي مليون دولار عشان اقنعت البنك يخش. ايوه، لانك انت ساعدت الناس انها توفر فلوس، وساعدت البنك ان يبقى عنده مصدر دخل تاني. سؤال بسيط، هل 2500 دولار كتيرة على بيزنس بالمنظر ده؟ ما اعتقدش ابدا. وانا من الناس اللي دخلت العضوية البي بي اي، لان ده المستقبل اللي احنا بنشتغل عليه. جوه الحساب بتاع كل شخص فينا في دوبلي عندنا ادوات تسويق جديدة وجميلة، عندنا بروشورات، عندنا لوجوهات، بانرات، عندنا برنامج اسمه دي ار سي 24/7، بيبعت برزنتيشن، بيبعت فيديوهات للمتسوقين، بيبعت للناس اللي عندك، في حاجات كتيرة جدا بتقدر تستخدمها، واحنا كلنا بنشتغل مع بعض، لان احنا في دوبلي عندنا كلمة احنا، ما عندناش انا. انا دي مش موجودة عندنا في دوبلي. ودول الاربع كورسات بتوع دوبلي اكاديمي، تمام، سهلة جدا وجميلة جدا وكورسات مفيدة جدا، وان شاء الله في التدريبات هنوريكم ازاي تقدروا تاخدوها باذن الله. طرق جني الارباح، ازاي بكسب من دوبلي؟ عن طريق ثلاث حاجات، بعمل قاعدة متسوقين، وبجيب شركاء في العمل بزنس اسوشيتس، وبدخل شركات، ودي حصريا لمين؟ للبي بي اي. عندنا 8 طرق من طرق الدخل بنشتغل على 2 بس، والستة التانيين بيجوا بطريقة اوتوماتيكية. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. اول طريقة، منظومة متسوقين او قاعدة متسوقين. النهاردة حضراتكم اللي داخلين معانا، اللي بيخش معانا، سواء هيخش معانا تيم ممبر او بي بي اي، ده بناء على كل واحد والرؤية بتاعته وهيستفاد ايه من دوبلي. اي واحد بيخش في دوبلي بيطلع له رقم اي دي، وكل واحد رقم مختلف عن رقم الشخص التاني.
حلو جدا. الرقم ده بتعمل بيه ايه؟ بتعمل بيه الرابط الشخصي بتاعك او اللينك الشخصي بتاعك اللي هو ايه؟ doobly.com/id. بعمل بيه ايه اللينك ده؟ اللينك ده بعمل بيه انشر ولك الاجر. انشر في جميع وسائل التواصل بتاعتك، في الفيسبوك، انستجرام، واتساب جروب، تويتر، لينكدين، كل ما تتخيله انشر لكل الناس. وهتلاقي في ادوات التسويق اللي قلنا بانرات ولوجوهات وبروشورات هتساعدك يا جماعه. فرصه كبيره، فرصه عظيمه، خشوا تسوقوا من اكبر بوابه تسوق الكترونيه في العالم وخدوا كاش باك بيوصل لنسبه 30%. وبعد كده الكلمه السحريه، التسجيل مجانا، اضغط على اللينك. مين هيشوف كلمة التسجيل مجانا دي وانت بتعرض عليه فلوس ببلاش ومش هيروح؟ لو فرضنا انك في حسابك بتاع الفيسبوك 500 شخص، وحنفترض ان ال 500 شخص دول منهم 20% من الناس دي هيضغطوا على اللينك ويسجلوا مجانا، يعني 100 شخص. طيب ال 100 شخص دول دخلوا متسوقين مجانيين، اتسوقوا، حلو؟ جميل جدا. رجع لهم كاش باك، هيعملوا ايه؟ الطبيعي لما كل واحد فينا تجيله رساله حلوه او مقطع حلو على الواتساب او دعاء او حديث او اي حاجه جميله، بيشيرها لكل الناس، بيبعتها، فالناس دي هتروح بعت اللينك بتاعك على الصفحات بتاعتهم، يا جماعه خشوا تسوقوا من البوابه دي، ده احنا سجلنا ورجع لنا كاش باك من غير ما ندفع ولا مليم. يبقى انت ممكن في خلال 3 4 شهور ال 100 شخص لو كل واحد شير ل 10 اشخاص رجع لك 1000 شخص متسوق تحت منك. بعد 4 5 شهور بقوا 3000، اخر السنه بقوا 10000 متسوق. هل ضروري انك تعرف ال 10000 متسوق؟ لا طبعا، ده قوة مواقع التواصل، قوة السوشيال ميديا، انك تقدر تلف الدنيا كلها في خلال ثانية واحدة. طيب العشر تلاف دول بيعملوا ايه؟ بيتسوقوا من اكبر شركات في العالم مسجلة تحت دوبلي، وعايشين حياتهم بصورة طبيعية وبياخدوا كاش باك. واولا التسوق من الشركات دي بتديك الثقة والمصداقية في دوبلي، شركة 100% أمان، لأن الشركات اللي قدامكم دي مستحيل تحط الويب سايت بتاعها أو الموقع بتاعها تحت أي شركة فيها شك ولو بنسبة 1%. دوبلي من الشركات المسجلة في النزداك، وأي شركة بتخش للنزداك يبقى شركة موثوق فيها 100%. فأنت كده مطمن وأنت بتشتري الحاجات بتاعتك من دوبلي، الناس بتشتري بيرجع لها كاش باك، وانت بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش باك الاساسي اللي بيرجع للناس. ازاي؟ ناخد مثال. عندنا موقع اسمه برايس لاين. برايس لاين ده واحد من اكبر مواقع حجوزات التذاكر الطيران والفنادق في العالم، وبرايس لاين ده الشركة الام بتاع بوكينج دوت كوم. لو انا النهارده متسوق مجاني على دوبلي ورايح احجز فندق على برايس لاين باخد 9.6% كاش باك، لو انا في اي بي باخد 15.6%. جميل؟ جميل، حلو جدا. طيب النهارده انا متعود مثلا كل سنه بطلع اسبوع في السنه دي، باخد مراتي، باخد بنتي، تمام، بطلع السعوديه اعمل عمره، بروح ماليزيا، بروح تايلاند، بنتفسح، بنطلع اوروبا، بنطلع اسبوع 10 ايام في اي مكان. كل سنة أنا بعمل العملية دي، بحجز التذاكر، بحجز الفنادق من على النت، باخد أحسن سعر وكل حاجة وخلاص، مش عايز حاجة تاني. السنة دي بقى عشان أنا متسوق مجاني على دوبلي وحجزت على برايس لاين فندق بقيمة 2000 دولار رجع لي 192 دولار كاش باك. فلوس أنا ما كنتش حاططها في دماغي، فلوس ما كنتش متوقعها، رجع لي كاش باك تاني. فانا رحت لصاحب اللي اداني اللينك، كتر خيرك اديتني اللينك ده، انا وفرت حوالي 200 دولار دخلوا جيبي، ده انا هستخدمهم في المشتريات واجيب هدايا لبنتي ولمراتي. قال لي خلي بالك انا انصح منك،
انا كمان رجع لي 20% من الكاش باك بتاعك وانا قاعد في بيتنا $38، عشان انا وريتك ازاي تتسوق بطريقه مظبوط وتوفر فلوس، وانا باخد كوميشن من غير ما ينقص الكوميشن بتاعك حاجه. لو فرضنا انك بعد سنه او سنتين من شغلك في دوبلي بقى تحت منك 3000 متسوق، ولو فرضنا ان ال 3000 متسوق دول مجانا، وان ال 3000 دول كل واحد فيهم عمل تسوق او اشترى حاجات من على النت بقيمة $2000 في السنة. $2000 يا جماعة دول يعني تذكرتين طيران، يعني 8-3 موبايلات او موبايلين، تمام؟ لو فرضنا ان ال 3000، في ناس بتصرف $2000 في الشهر مش في السنة، بس احنا هنفترض ان الناس هتصرف $2000 في السنة، يبقى وكل واحد هيرجع له نسبة كاش باك زي المثال اللي قبل كده $192، وهيرجع لك انت 20% مينيمم، تمام؟ يبقى $38 في 3000، رجع لك $114,000 في السنة من ناس انت ما تعرفهمش، من ناس عايشين حياتهم بيشتروا بيوفروا مبسوطين، وانت بيرجع لك $9,500 في الشهر. ال 3000 دول ممكن يبقوا 30,000، ممكن يبقوا 300,000، ممكن يبقوا 1000. ايه رأيك لو 1000، لو 38 في 1000 يعني $38,000 في السنة، يعني $3000 شهريا. حلوين ولا وحشين؟ ده مبلغ زي الفل، ده مرتب كبير تاني، وكل ده يعتمد على شغلك ومجهودك. نبني الفريق. اي فريق بتبني؟ اي فريق؟ فريق المتسوقين. هو احنا هنا بنشتغل على ايه؟ فريق المتسوقين. احنا اتفقنا انك انت نشرت اللينك بتاعك، رجع لك بيجي لك متسوقين تحت منك، وانت بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش باك بتاعهم. حلو؟ حلو. لو فرضنا بقى، هل انت تعرف جميع المتسوقين في جميع انحاء العالم؟ لا طبعا، لكن انا عندي اصحابي، واصحابي برضو يعرفوا متسوقين هنا وهنا، فانا زي ما الحمد لله رب العالمين ربنا خلق لنا دراعين يمين وشمال، فانت محتاج على الاقل معاك 2 شركاء زيك، كل واحد دخل معاك وعشان ينشر اللينك بتاعه ويجيب متسوقين، وانت ساعدتهم كل واحد فيهم انه يدخل معاه كمان على الاقل 2، بكل واحد ينشر اللينك عشان نجيب قاعدة المتسوقين اللي قدامنا. طيب احنا اتفقنا المنظر اللي قدامكم ده هو الغرض الرئيسي بتاعنا في دوبلي. لو انا تحت مني 6 اعضاء بس، وكل عضو رجع لي منه دولار في الشهر، يعني رجع لي 6 دولار، كلام فارغ مش عايزه. لكن لو انا كل واحد منهم جاب لي 500 متسوق، يعني عندي 3000 متسوق، ولو رجع لي من كل واحد فيهم $0.5 في الشهر، يعني $1,500 دخل متجدد شهري، ده وضع تاني. طيب احنا قلنا انا بيطلع لي من 20 ل 30% من المتسوقين المباشرين اللي تحت مني. المتسوقين الغير مباشرين دول بيطلع لي منهم ايه؟ بيطلع لي منهم حاجة؟ أيوة، بيطلع لي من 5 ل 27.5% من الكاش باك بتاعهم على حسب الرتبة بتاعتي، وهنتكلم بعد شوية عن الرتبة. يعني أي حد تحتنا، تمام، أي حد تحت منك بيرجع له كاش باك، بيرجع لك نسبة من الكاش باك بتاعه. طيب أنت ما بتعرفش تجيب متسوقين تبني فريق، ولا انك تجيب تنشر اللينك بتاعك، دوبلي بتجيب لك متسوقين. دوبلي عامله حملات دعايه واعلان بملايين الدولارات على الفيسبوك، وعامله باقات تسوق للي عايز يجيب ناس من جميع انحاء العالم. حملات فيسبوك تختص الناس اللي مهتمه بالالعاب، الجيمنج، الفاشن وبيوتي، المهتمين بالسياحه والسفر، بالاكل. دوبلي بتبعت لهم صفحات جذب زبائن، لاندنج بيج، فيديوهات، يخشوا ويتسوقوا، تمام، وياخدوا كاش باك. كل حملة دعاية بتبقى لمدة 3 شهور. دوبلي عاملة حملات تسوق، في لأن حملات الدعاية دي بتتم فين؟ بتتم في أمريكا وفي ألمانيا وفي كندا وفي يو كي والدول الإسكندنافية.
حلو. انا ما اعرفش حد في امريكا، طب انا عايز اجيب متسوقين من امريكا ليه؟ لان الناس اللي في امريكا هم اللي عندهم فكر الاونلاين من زمان وحياتهم كلها اونلاين. اه صح، تصدق. حلو. طيب دلوقتي حملة الدعاية بتاع الدوبلي دي بتقعد 3 شهور، في خلال 3 شهور دوبلي بتشوف كام واحد سجل متسوق تحت دوبلي سواء كان مجاني او في اي بي، وكام واحد اشتروا باقات تسوق عشان يجيبوا متسوقين من البلاد دي. سجلنا مثلا 3 مليون متسوق تحت دوبلي و20 الف شخص اشتروا باقات تسوق، بنقسم ال 3 مليون على ال 20 الف يطلع لنا مثلا 150 شخص، 100 شخص متسوقين حقيقيين دوبلي بتحطهم لك تحت منك، ادي متسوقين تحت منك مدى الحياة. باقات التسوق دي كل باقة بقيمة 600 دولار، بتضمن لك على الأقل المؤشرات الأولية واللي قريب جدا هيبدأ توزيع الناس، إن من 80 ل 100 متسوق مجاني في حملة الدعاية الواحدة. فأنت دوبلي كمان بتوفر لك إنها تجيب لك متسوقين. ده كده جزء التسوق خلص. نتكلم بقى لما بنجيب أعضاء معانا ونسجل شركاء معانا. أنا النهاردة عندي 2 إخواتي، مصطفى وأحمد. ها مصطفى هتخش معايا ايه؟ مصطفى قال لي لا محمد انا هخش تيم ممبر، تمام انا هبدا كده شويه شويه على قدي. انا مجرد ما سجلت مصطفى تيم ممبر تحت مني دوبلي ادتني بونص فوري 45 دولار. عند اخويا احمد قال لي لا 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 انا اعرف بقى مستشفيات ودكاتره، تمام وهو دكتور وهدخل لك ناس انا هخش بي بي ايه. دخل بي بي ايه دوبلي بتديني بونص فوري 225 دولار اون سبوت. دوبلي كمان بتقول لي محمد لما باذن الله تنجح تجيب 3 اشخاص مباشرين تحت منك، سواء الثلاثة تيم ممبر هتاخد على كل شخص 45 دولار، او الثلاثة بي بي اي هتاخد على كل شخص 225 دولار، او ميكس ما بين الاثنين، في خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص دوبلي بتديك دبل بونص. يعني بدل ما هاخد 135 دولار بس هاخد فوقيهم 150 دولار. بدل ما باخد 675 دولار بس هاخد فوقيهم 750 دولار. بس الثلاثة دول أقصى مدة عشان يجوا يبقى في 30 يوم، لكن ممكن يجوا في يوم واحد. جبت ثلاثة النهاردة خدت دبل بونص. جبت ثلاثة بكرة خدت دبل بونص. جبت في اليوم الواحد 10 ثلاثات هاخد 10 مرات دبل بونص. مفيش ليميتس. الموضوع مفتوح معانا. عندنا كمان حاجة حلوة اسمها أرباح خطة التوازن، أو إحنا بنقول عليها البونص الأسبوعي. أنا قلت لكم أنا شغال في مصنع هنا في أبو ظبي، والمصانع عندها سياسة البونص، أو الشركات بيقولوا لنا إيه؟ إن آخر السنة لو حققنا التارجت بتاعنا بيدونا شهر من الأساسي. وطبعا كل الشركات دلوقتي حتى لو محققين التارجت بيقول لك خسرانين عشان ما يدفعوش حاجه، لكن دوبلي بتدينا بونص من اللي احنا بنعمله احنا والفرق بتاعتنا. ازاي؟ احنا اتفقنا ان كل واحد فينا على الاقل عايز له درعين عشان يبدا يكون الفريق بتاعه، وانت هتساعدهم كل واحد عشان يقدر يكون الفريق بتاعه، كل واحد على الاقل 2. في ناس هتدخل معاك تيم ممبر، في ناس هتدخل معاك بي بي ايه، على حسب كل واحد ورؤيته وهيستخدم دوبلي ويستفيد منها ازاي. نيجي كل يوم 2 دوبلي تحسب كم نقطة على الناحية اليمين وكم نقطة على الناحية الشمال. يعني ايه كم نقطة؟ يعني سواء انت او اي حد من فريقك سجل تيم ممبر تحت منه بينزل لك 450 نقطة تعادل 450 دولار. لو سجلت بي بي ايه ينزل لك 2250 نقطة او 2250 دولار. فنحسب كم نقطة على الناحية اليمين وكم نقطة على الناحية الشمال، لان هنا 18000 وهنا 21000. فدوبلي تيجي تقول مبروك يا محمد الاسبوع ده خدت 10% من الناحية القليلة، يعني خدت 1800 دولار، والباقي بيترحل للاسبوع اللي بعده. الباقي اللي هو ايه؟ احنا قلنا ده نظام ثنائي باينري، يعني بشيل 18000 من هنا مع 18000 من هنا، هنا اتفضل 0 وهنا اتفضل 3600. ال 3600 دول يترحلوا الاسبوع اللي بعده عشان اقدر اكمل عليهم وعد من فوق.
الخطة دي الوحيدة اللي في دبي يا جماعة اللي ليها حد أقصى 25,000 دولار في الأسبوع، 100,000 دولار في الشهر. أعتقد إنه مبلغ مش بسيط إن إحنا نشتغل عليه. حوافز التسجيلات المباشرة، أنت النهاردة أهو، أنت هنا أهو تمام، وسجلت مثلا تحت منك 6 أشخاص مباشرين، انت بدأت تاخد بونص اسبوعي وعلمت الناس دي انها تكبر فرقها وتكبر، وكل واحد فيهم بقى بيجي له بونص اسبوعي، بس بما انك انت الليدر بتاع الناس دي بيرجع لك 20% من البونص الاسبوعي بتاع الناس دي. يعني انا احمد تحت مني هنا رجع له 1000 دولار الاسبوع ده، انا رجع لي 200 دولار من غير ما تنقص فلوس احمد حاجه، مصطفى رجع له 100 دولار انا يرجع لي 20 دولار. طب دول الناس المباشرين، ايه اخبار الناس بقى الجينيريشن، خطة الاجيال، الناس الغير مباشرين، الناس الكبار دول بيرجع لي منهم حاجة؟ ايوه بيرجع لك من 5 ل 10% من البونص بتاع الناس دي كلها على حسب رتبتك لغاية 4 اجيال. طبعا انا عارف، انا عارف ان هي طرق كتيرة وكده ولخبطة كتيرة وكل الحاجات دي كلها بنشرحها بالتفصيل في التدريب، محدش يقلق خالص. بس انا عمال اتكلم على الرتبه، 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 ايه هي نظام الرتب؟ هنا اللي بنقدر نقول عليه results talk او نتائجك هي اللي بتتكلم، مش واسطتك هي اللي بتتكلم. انت النهارده دخلت دوبلي، دخلت تيم ممبر، جبت 3 اشخاص تحت منك، اترقيت تبقى تيم ليدر، دخلت بي بي اي بتخش على تيم ليدر على طول. جميل، حلو، ساعدت الثلاثة التيم ممبر تحت منك ان هم يترقوا يبقوا تيم ليدر، فبتترقى انت تبقى تيم كوردينيتور. ثلاثة تيم كوردينيتور تحت منك بتبقى سيلز دايركتور، 5 سيلز دايركتور تحت منك بتبقى فايس بريزيدنت، 5 فايس بريزيدنت تحت منك بتبقى سينيور فايس بريزيدنت، ودي اعلى رتبة عندنا في الشركة. كل ما عليت في الرتبة كل ما زادت نسب العمولات والحوافز والبونص اللي بيرجع لك. طيب الناس متحمسة والناس خلاص تمام والناس عايزة تدخل معانا وتكون أعضاء ويلا نبدأ الشغل، بس سؤال بسيط، سؤال إزاي أرجع رأس المال بتاعي؟ كل واحد وهو داخل مشروع يجي يقول لك فلوسي هترجع لي إمتى؟ إحنا لسه ما بدأناش، يقول لك فلوسي هترجع لي إمتى؟ هو فلوسك هي رأس المال؟ إيه هو رأس المال في شغلنا ده؟ هل هو ال 600 دولار اللي انت دفعتها؟ مش هنعتبر ال 2500 دولار، هنعتبر ال 600 دولار، هل هي ال 600 دولار اللي انت دفعتها؟ اه هي، لا مش هي. مش ده راس المال. راس المال بتاعك في المشروع ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنستثمر وقتنا اللي احنا طول عمرنا كنا بنهدره. انا واحد من الناس قبل دوبلي كنت اخلص شغلي ارجع البيت افضل قاعد قدام التلفزيون. لكن من ساعة ما دخلت دوبلي ما بشوفش التلفزيون. بستثمر وقتي، بستثمر مجهودي، بستثمر معارفي. ده الاستثمار الحقيقي، وده رأس المال الحقيقي. لكن الفلوس هوريك في ثانية واحدة ازاي تقدر ترجعها. فهو ده رأس المال، لا مش هو رأس المال. رأس المال هو ال 600 دولار. وريني ارجعهم ازاي. أنا دماغي مقفولة، أنا كلام والوقت والحاجات دي، لا 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 لا، أنا عايز الفلوس. ال 600 دولار هرجعها إزاي؟ عندك طريقتين. عندك 6 عضويات في أي بي، بيعها لستة من أصحابك اللي بيتسوقوا من عن طريق النت، خدت الفلوس بتاعتك ريكورد، كل واحد 99 دولار رجعت فلوسك. والناس دي مسجلين متسوقين تحت منك تلقائياً. فأنت كده كده هيطلع لك من 20 ل 30% من الكاش باك. حلو، الطريقة التانية، سجل 6 أشخاص مباشرين تحت منك في خلال شهرين. 3 أول شهر خدت دبل بونص، 3 تاني شهر خدت دبل بونص، خدت 120 دولار من النظام الثنائي، رجع لك 690 دولار. أو تسجل أشخاص وتبيع عضويات زي ما احنا كلنا بنعمل. جميل؟ جميل. طب افرض أنا ما بعتش العضويات وما سجلتش اشخاص، ما انا لازم احسب اسوأ الاحتمالات. انا داخل البيزنس انا ما عرفتش اعمل فيه حاجه، يبقى انا خلاص فلوسي راحت عليا. لا، تعرف تدي هدايا؟ اه طبعا انا بحب قوي الهدايا،
والناس كلها بتحب الهدايا. حلو، ادي العضويات الفي اي بي دي عندك هدايا، اديهم لاصحابك، لمديرينك، للناس اللي انت تعرفهم، للناس اللي انت عارف ان هم بيتسوقوا كتير من على النت. يا جماعه دي هديه، مع عضويه في اي بي بقيمه $99 في السنه، خشوا اتسوقوا وخدوا كاش باك، وادي الحاجات بتاعتكم كلها ايه والمميزات دي كلها. لما تيجي تدي الواحد هديه بقيمه $350، ده هيبوس ايدك ورجلك كمان، وهم كده كده مسجلين تحت منك متسوقين. فانت اديت له هديه ب $100، راح رجع له $1000 كاش باك في السنه، انت رجع لك كام؟ رجع لك $200. يعني احنا زي ما بنقول جر رجل، رمينا الطعم واصطدمنا. ده موضوع دوبلي والبرزنتيشن. انا كده تقريبا خلصت، بس عندنا مثال بسيط يوضح لنا موضوع دوبلي ده شغال ازاي، وعلى اسوأ الاحتمالات نقدر نعمل ايه. طيب دلوقتي انتوا شفتوا الموضوع جميل وحلو، ياخد منكم وقت قد ايه انكم تعزموا 2 اصحابكم، اخواتكم، قرايبكم، من الناس اللي انتوا تثقوا فيهم جدا، اوكي، والناس اللي انتوا عارفينهم، والناس اللي انتوا عايزين تفيدوهم، وتخليهم يجوا يحضروا الويبينار او يقعدوا مع الابلاين بتاعكم يشرح لهم برزنتيشن، ويسجلوا تحت منكم تيم ممبر. ياخد منكم وقت قد ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي نبراس، أهلا وسهلا. ياخد منكم وقت قد إيه؟ أسبوع؟ هنجيب بس شخصين، أسبوعين؟ أسبوعين ده إحنا ما بنشتغلش. 3، 4 أسابيع، شهر. هتجيب شخصين تحت منك في خلال شهر، وترجع تضيع وقت تاني وتنام تاني. هنوريكم حاجة اسمها قوة التضاعف أو التيرتل بلان. في خلال شهر ان انا جبت شخص على الناحيه اليمين وشخص على الناحيه الشمال، دخلوا تيم ممبر، وانا بطلت اشتغل تاني وبدات اضيع وقت تاني. جميل. وعملت ايه؟ وعلمتهم حاجه تانيه. يا جماعه كل واحد فيكم من الناس اللي جم تحت مني، كل واحد فيكم يجيب شخصين تحت منه في خلال شهر وينام. كل واحد يجيب شخصين تحت منه في خلال شهر وينام. لو شفنا الناحية اليمين بعد 12 شهر، 1 جاب 2، 2 جاب 4، 8، 16، 32، 64، 128، تمام؟ بعد 12 شهر لو جمعت عدد الأشخاص على الناحية اليمين وعدد الأشخاص على الناحية الشمال، يطلع له 4095 واحد يمين و4095 واحد شمال. البونص الاسبوعي بتاعهم على مدار السنه يبقى 4095 في 450 نقطه في 10% الناحيه القليله والناحيتين المتساويين، رجع لي $184,000 في السنه، حوالي $700,000 من خطه السلحفه. اني جبت 2 ونمت، جبت 2 ونمت، كل واحد يجيب 2 وينام. $184,000. والله انا حاسس ان الموضوع فيه لعب، انت بتضحك علينا. هو بالسهولة دي كان كل الناس اختنت. الموضوع ده فيه اي ده فطشة، اي كلام، تضحك علينا انت. ما بيخشش كلام العقل. الارقام ما بتكدبش، صح، بس ده ما بيحصلش. صح، عندكم حق، ده ما بيحصلش، ده it's too good to be true، يعني ده حلو جدا لدرجة انه ما تتصدقش، لدرجة انه يبقى حقيقي. فعلا ده ما بيتحققش، وفعلا عندكم حق انكم ما تصدقوهوش، وفعلا تقدروا تقولوا ان احنا بنضحك عليكم لو بالمثال ده، لان انت مش ضامن انك بكل واحد عندك هيجيب 2. انت بتتعامل مع بشر، بني ادمين. في ناس داخله الموضوع ده بيزنس وبتخش تشتغل، مش بدل ما يجيب لك 2 ده بيجيب لك 10، وفي ناس داخله الموضوع ده يا نصيب، لوتريه. ايه، انا هجرب النهارده، دخل متوقع الفلوس هتنزل عليه من السما بكره، وهو قاعد يا رب ابعت لي الناس. لا، ده ما بيحصلش.
هتشتغل هتلاقي، مش هتشتغل مش هتلاقي. بس الصورة دي بالمنظر الطبيعي، بالمنظر المثالي قوي ده، لكل واحد يجيب اتنين، ما بتحصلش في الحقيقة. رغم ان في ناس ما شاء الله عليهم في دبلي، في اول سنة في دبلي جابوا اضعاف الرقم ده. لكن خلينا نتكلم على نسبة نجاح منطقية، نسبة نجاح منطقية. ايه نسبة النجاح المنطقية للخطة اللي قدامنا دي؟ لو كل واحد فيكم النهارده رايح يفتح بيزنس، ايه نسبة النجاح المنطقية اللي ممكن تقبل بيها البيزنس بتاعك؟ ايه هي؟ 25%، 30%، تمام؟ يعني ده اقل بيزنس لازم هتقبل فيه نسبة نجاح مش اقل من 25%، 20%. الاخت فدوى، سالم، سالم فدوى، سالم 20%، لا نقول اقل من 20%، 10%، 5%، 5%. لو انا رحت النهارده قلت لكم في مشروع هتفتحوه وتكسبه، تكسبه 5%، هتفتحوا المشروع؟ استاذ ناصر بيقول لي 2%. لو انا قلت لكم في مشروع هتفتحوه وتكسبوا 2%، هتفتحوا المشروع؟ طبعا مستحيل لا. طيب انتوا لو النهارده رحتوا تفتحوا اي مشروع، هل بيجي بعد شهر ولا التاني انكم تقولوا فين الارباح، فين الفلوس، يلا عايزين نشوف ارباحنا؟ مستحيل. اقل مشروع عايز له بتاع سنتين ثلاثه. فاحنا النهارده هنتكلم على دراسه جدوى لمده 3 سنين، مشروع لمده 3 سنين. قلنا نسبة 100%، يبقى عندنا 4095 شخص يمين و4095 شخص شمال. لو بنسبة 2%، 1%، ايه رأيكم لو اقول لكم اقل نسبة نجاح ممكن تتخيلوها في حياتكم؟ 0.5%. اللي انا لو قلت لواحد فيكم نسبة نجاح 0.5%، هيقول لي شايف الباب، شايف الباب الشقة، خده وراك وانت طالع اقفله كويس. ده اللي هيحصل. خلينا نشوف بقى احنا عندنا في دبلي بنسبة نجاح 0.5% بعد 3 سنين هنعمل ايه. اضربوا كده اول سنة، اضربوا 0.5% في 4095، طلع عندنا 21 شخص يمين و21 شخص شمال. البونص بتاعهم 21 في 450 في 10%، 945 دولار. ايوه كده صح، لان احنا بنتخضم الفلوس الكتيره اللي في الاول. ايوه 600 دولار يرجعوا لي 1000. ايوه انت كده راجل 100 100 وصاحبي وكفاء، انا كده معاك، انت كده بتتكلم بالمنطق. حلو، نشوف بقى تاني سنه كل واحد من ال 21 دول نزل تحت تحت منه نفس العدد 21، بس مش 21 يمين و21 شمال، 21 توتال. يعني النسبة نزلت من 0.5% لربع في المية. 21 في 21 ينزل لي كام؟ 441 شخص يمين، 441 شخص شمال. البونص بتاعهم 441 في 450 في 10%، رجع لي حوالي 20,000 دولار تاني سنة. حلو تمام. ثالث سنة وآخر سنة. عايزين تكملوا بعد كده؟ أهلا وسهلا بيكم. كل واحد من ال 441 دول هينزل تحت منه كام؟ هينزل تحت منه 400، ينزل تحت منه 21. 441 في 21 9261 يمين، 9261 شمال. البونص بتاعهم 9261 في 450 في 10%، رجعوا لك 416,000 دولار. نجمع الثلاث سنين كده يعني حوالي 437,000 دولار، يعني حوالي 1,600,000 درهم بعد 3 سنين. في حد فيكم يعرف اي مشروع دخل لنا 1,600,000 دولار درهم بعد 3 سنين واحنا فورا هنروح معاه؟ مش هتلاقوا، لان دبلي جمعت ما بين قوة التجارة الالكترونية والدايركت سيلينج والبيع المباشر والاي كوميرس في مزيج مش هتلاقوه غير في دبلي. الاعلان الرسمي
عن دبلي ودخولها الشرق الاوسط واسيا وافريقيا كان مارس 2015 في اطلانتس. يعني احنا في بدايات دبلي، ودبلي مش ماشيه بالراحه، دبلي طالعه زي الصاروخ. سؤال بسيط، حد فيكو يعرف اي مشروع نفتحه ب 600 دولار او حتى ب 2500 دولار؟ مستحيل، لانك لو عايز تفتح محل بقاله صغير هنا عايز لك على الاقل 200,000 درهم. يعني كام؟ يعني بنتكلم على 50,000 دولار. ايه المشروع اللي في الدنيا اللي ممكن تفتحوه ب 600 دولار؟ مستحيل هتلاقيه، لان دوبلي زي ما بنقول اوت اوف بوكس ايديا، او فكره خارج حدود الصندوق، فكره غير اعتياديه. ودي فرصتنا ان احنا ننضم لشركه دوبلي العالميه. في مثل صغير بيقول ايه؟ بيقول خد الفرصه واندم، لكن ما تسيبش الفرصه وتندم. الفرصه لما بتيجي قدامك وتدور لها ظهرك، الفرصة مش بتضيع، الفرصة بتروح لواحد تاني يستغلها، وهتفضل طول عمرك تندم انك ما خدتش الفرصة دي. لكن لما تاخدها وتشتغل عليها عندك احتمال انك تنجح، احتمال انك عندك تفشل. والحمد لله في دوبلي احنا احتمالات النجاح بتاعتنا طلعة في السماء، ما فيش عندنا فشل. فخد الفرصة اللي قدامك. مين فينا مش عايز يبدأ مشروع؟ مين فينا مش عايز يعمل بيزنس بتاعه؟ مين فينا عايز يفضل طول عمره تحت ضغط الوظيفة وتحت ضغط الديون وتحت ضغط الحاجات دي كلها؟ نصيحة يا جماعة، ما تعيشوش حياتكم كلها رد فعل. خدوا خطوة إيجابية في حياتكم، ما تستنوش الظروف هي اللي تفرض عليكم خطوات، ما تستنوش حد يقول لكم اعمل وما تعملش. ما تعيشوش الحياة رد فعل، الحياة قاسية. فلازم يبقى عندنا روح المبادرة من دلوقتي، نعمل حاجة لولادنا، نبص لولادنا، نبص هو هيحصل ايه. احنا ما نعرفش ايام اهالينا ربنا يرحمهم اذا كانوا متوفيين ويديهم الصحة اذا كانوا عايشين، كانوا يقولوا انتوا ايامكم هتكون صعبة. فاحنا هنقول ايه لولادنا دلوقتي اذا كان اصلا احنا شايفين الصعوبات اللي في حياتنا؟ فكروا في مستقبلكم، وفكروا في ولادكم، وحطوا في دماغكم حاجة. كل واحد لازم يبقى عنده فرصة. ما بقولكوش ان دوبلي هي الفرصة الوحيدة اللي في العالم، في فرص كتير في العالم، لكن دوبلي هي احسن فرصة حاليا في العالم. فكر في السؤال ده، اذا ما كانش دوبلي هيكون ايه؟ واذا ما كانش دلوقتي هيكون امتى؟ مستقبلكم وحياتكم قدام عينيكم، انتهزوا الفرصة وتوكلوا على الله عشان نبدأ نشتغل في أعظم فرصة جات لنا. أنا متشكر جدا جدا لوجود حضراتكم معايا، متشكر لوجودكم، مفخور إن أنا معاكم النهاردة، وإن شاء الله نفتح باب الأسئلة. كان معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، متشكر لحضوركم جدا جدا جدا.